مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير شوربة العدس لرمضان، كتير طيبة ومغذية. عنا مي، كاسة عدس غسلتن اكيد، كرافس بصل، جزر، حبتين ثوم نعمتن بهيدا الشكل، 4 معالق طعام زيت زيتون، سبانخ نعمتن بهيدا الشكل، حبق كمان شوي نعمتن بهيدا الشكل، كباية عصير بندورة، نص ملعقة صغيرة كمون ناعم، رشة فلفل أسود خفيفة وملح على الذوق. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط زيت الزيتون، كمان بحط البصل، الكرافس، الثوم، الجزر مع بعض. بسم الله. بقليهم مع بعض على الغاز. بس قليتهم وصاروا بهيدا الشكل، هلا بنحط العدس. ومي. كمان بحط عصير البندورة، البهارات، الكمون، الملح، بحركهم مع بعض. بسم الله. رح احط ملعقة سمنة صغيرة بتعطي كتير نكهة حلوة. هلا بتركن يغلوا مع بعض. بس غلوا بهيدا الشكل، هلا بنحط فوقنا الحبق، كمان سباني، بحركن مع بعض، بخفف الغاز وبتركن يغلوا ليستوي العدس. هيدي الشوربة بعد حوالي نص ساعة صارت جاهزة للتقديم. منطفي الغاز. بسم الله. هيدا الشكل النهائي للشوربة، كتير صحي ومغذي. ممكن نعملها بمرقة الدجاج. هيدي الشوربة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.